نور الدين الهوابي يصيد خارج هذا الميناء القريب من صفاقس منذ أكثر من 20 عاماً، ويقول إن الظروف تغيرت مؤخراً عندما شاهدوا قوارب مكتظة بالبشر المتجهين نحو أوروبا، ويقول إن الصيادين يحذرونهم ليعودوا عندما يكون الطقس سيئاً لكنهم لا ينصتون. أجي وصلت تلقاها قدامك ما تنجمش تخطف، تكلم عليهم تعلم عليهم وما نكذبش عليهم، فالغزال تبدأ تهز تلقى جثة قدامك يا لطيف اللطف، وراه ولا أراك الله مكروه، ما هو إلا روح بشرية كيفي كافرة، تحس بالسيفن عليك ما بتنش تعمل حد شيرة. معظم الذين يحاولون عبور المتوسط نحو أوروبا ينطلقون من هنا، ووفقا للإحصائيات لقي أكثر من 2000 شخص حتفهم أثناء هذه المحاولات. تواجه السلطات المحلية أحيانا صعوبات في جمع كل الجثث التي جرفتها الأمواج إلى الشاطئ، وعلى طول الساحل ينتظر الآلاف للحصول على مكان لهم على متن قارب. سوسود سانغني من بوركينا فاسو يعلم خطورة ذلك، ولكنه يقول إنه مصمم على محاولة الوصول إلى أوروبا. أمل الوحيد هو عبور هذا البحر إلى أوروبا. سأفعل أي شيء من أجل أمي، أريدها أن تشعر قليلا بالسعادة لأول مرة في حياتها. غالبا ما ينقل خفر السواحل الناجين من الغرق إلى هذا المستشفى. تقول الطبيبة ربيعة الحمداوي إن الوضع يبدو مؤخرا وكأننا في منطقة حرب. ولو يجوا فريق كامل معناتها برشا عباد في نفس الوقت، دونك كاباسيتي نتاع المستشفى من الطاقم الطبي والطاقم شبه الطبي وحتى الأدوية وحتى الانجريديان اللي استعملوا فيه وغيره معناها تفوق شوية طاقة المستشفى. بالنسبة لمن لا تزال خطتهم قائمة، يكون تركيزهم على التحضيرات وتأمين موقع على متن قارب. شبكة المهربين التي تشمل المنطقة برمتها وصلت إلى صفاقس. أحد المهربين أبدى استعداده للتحدث إلينا بشرط عدم إظهار وجهه. أقوم بهذا العمل من أجل المال، الكل يريد كسب الكثير من المال. نأخذ المهاجرين إلى أوروبا وعليهم أن يروا ما يجب عليهم فعله عندما يصلون. غالباً ما يحشرون 40 شخصاً في قارب صغير، ومن رحلة كهذه سيكسبون قرابة 40,000 يورو، وهم ليسوا المستفيدين الوحيدين. الشباب يقومون بمراقبة الشواطئ في كل المنطقة. بعض رجالنا لديهم اتصالات بقوى الأمن المحلية، وهم يقولون لنا متى يكون العبور آمناً، وندفع لهم 10,000 يورو مقابل هذه الخدمة. سوسود غير مهتم بالمستفيد من رحلته، فهو مضطر لكسب بضع مئات اليورو عن طريق أعمال في صفاقس ليكون لديه ما يكفي لركوب القارب وليجرب حظه.